مغامرة جديدة من قلب العاصمة كينشاسا. رح اخذكم اليوم على احد الاماكن يلي مش معقولة تجوا وتزوروا هالمدينة وهالمنطقة الا ما تجوا عليها لتشوفوا التراث والاشغال اليدوية اللي بتعكس هيدا البلد. انا كمان اليوم لبست التراديشنال دريس او الزي التقليدي للبلد لاجي لهون وعيش التجربة انا وياكم. ملاكيت سيكوالو ملاكيت سي لا بيير فيغ. اوكي سي تو في على مان اسبا ولا مي على مان. تمثال للمراه الكونغوليه بتحط المي على راسها او المراه الافريقيه. ماما الو بيبيل الام على الولد. سي لا تيركواز البورت اللي بان لون التركواز هو بيرمز للعلم الكونغولي. كيسا سوابو يعطيني كوليكسيون. انا ما بدي كوليكسيون بدي اون بياس. بيان فينو او مارشي دي فالور افيك مون امي روجي. ازيك زيك عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ كويسين؟ كيفك شو حلوين؟ هيدا احدى الالات الموسيقية اللي هي مشهورة كتير بالكونغو. اكيد هن يعني هاند ميد كلهم هول بيصنعون بايديهم وبتعطي موسيقى مثل كانه عن جد الة حلوة. بس للأسف ما بعرف دق عليها انا. Comment tu t'appelles? Alain. Alain? Oui. Et tu viens de Kinshasa? De Kinshasa, oui. Salut, Junior. Salut. Moi, je suis Carlos. Carlos, de nationalité. Je suis Libanais. Ah, moi, j'ai pensé que j'étais un Brésilien. Alpha Carne, Anna Brésil, là, Anna Libanais. Bonjour, bonjour. Comment ça? Comment vas-tu? Je vais bien. Tu t'appelles comment? Maman Ariette. Maman? Ariette. إذن maman Ariette, كمان موجودة هون بالمارشي دي فالور. كمان عندها البضاعة الخاصة فيها. الحلو إنه بآخر المارشي بتشوفوا مطرح بيعرضوا فيه اللوحات، أكيد شغل يدوي كمان، واللوحات كتير حلوة كمان يعني بتعكس ثقافة وتراث جمهورية الكونغو الديمقراطية، والألوان الحلوة يلي فيها يعني مش ممكن الواحد يمكن إلا ما يمضي وقت ويشوف هالشغل يلي كتير حلو كمان. جوما هو أحد الأشخاص يلي بيرسم بهالمكان، وهلأ قدم لي كمان اللوحات يلي كتير حلوة.